الحادية عشر تطبخ على نار عالية. خلاص جالكم وحش افريقيا، جالكم الاسد بعد ما كان قاب قوسين او ادنى من الخروج من المجموعات، بيطير عشان يعدي ويعبر من ربع النهائي ويقصي الرجاء المغربي الشقيق اللي بنقول لكل جماهيره هارد لك على الخسارة امام النادي الاهلي 2-0 في القاهرة والتعادل على ملعبه تعادل سلبي بالصفر-صفر، عشان يعبر النادي الاهلي رسميا خلاص لنصف النهائي لملاقاة الفائز من المباراة اللي لسه شغالة دلوقتي وفيها شغب ومشاكل وكلام كتير هنتكلم عنها، لكن مش دلوقتي. خلينا في مباراة النادي الاهلي. ترجي كسبان 1-0 على ملعبه، كان كسبان 1-0 بره ملعبه، يعني النتيجة 2-0 للترجي. فرسميا بقولها لك من دلوقتي، الاهلي والترجي في نص النهائي، وبعون الله الاهلي في النهائي لملاقاة الفائز من يا اما صن داونز يا اما الوداد المغربي في مباراة عنيفة جدا الناحية التانية. مبروك لكل الاهلوية، مبروك للعيبة اللي كانوا رجالة وكانوا في الموعد، مبروك للجهاز الفني والجهاز الاداري، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لينا الفوز والصعود لنصف النهائي. النادي الاهلي قدروا كده ان انت دايما موجود في كل البطولات، يا البطولة يا لأ. صعدنا من المجموعات بأعجوبة، صعدنا من المجموعات بأعجوبة. لازم نقول شكرا لويليامز حارس مرمى صن داونز، لازم ما ننساش الراجل ده، هو وأطهر الطاهر نجم الهلال السوداني، الاتنين دول ما تنساش فضلهم عليك ابدا كده، الاتنين اللي كانوا السبب في صعود النادي الاهلي من المجموعه لحد ما وصلنا حاليا في نصف النهائي. مباراه الذهاب هتبقى بره والاياب عندنا في استاد القاهره، ورايحين على النهائي وال11 باذن الله. قبل اي حاجه، لايكات كتير يا رجاله لللايف، لايكات كتير قوي بقى احتفالا بفوز النادي الاهلي، شير على قد ما تقدر، خلي اللايف يلف الدنيا كلها ويوصل لكل الناس وييجوا نحتفل مع بعض ونحتفل سوا كده. وقول لي في الكومنتات رايك بقى، مين نجم المباراه النهارده مختلف على كام واحد كده؟ في اكتر من لاعب ثلاثه كانوا مميزين جدا النهارده في النادي الاهلي، هنتكلم عليهم. عايز اشوف كومنتات الناس، مين نجم المباراه ومين الاسوا النهارده في الماتش بالنسبه للنادي الاهلي، ورايك كولر تديله كام من 10؟ هل ادار المباراه صح 100% ولا ايه؟ كل الناس بتكتب لي في الكومنتات ال11 ال11 ال11. عايز اقول الاول هارد لك لاخواتنا المغاربه المحترمين، فريق الرجاء المغربي اللي النهارده ما فيش اي شغب في الملعب، ما فيش اي حاجه، الجماهير مقفله الملعب، لكن كله بالاحترام وبالادب. الماتش بيخلص، كولر بيسلم على الجهاز الفني بتاع الرجاء، وفي روح رياضيه جميله بين الاهلي والرجاء، هو ده اللي نتمناه، هو ده اللي المفروض يكون حاصل في كل الماتشات بين الاهلي وبين اي فريق بره مصر. لكن اللي حصل مع الهلال ده كان اللي ما نحبش نشوفه ابدا، المشاكل اللي حصلت بين الجماهير والشغب وقلة الأدب مش عايزين نشوفها تاني، عايزين نشوف احترام وروح رياضية. الأفضل يكسب في الملعب، والأهلي هو الأفضل وقدر يكسب ويروح لنص النهائي. هكلمك عن التشكيل، هنتكلم عن تقييم اللعيبة، هقول لك مين أحسن ومين أسوأ. وزي ما توقعتها قبل ما يبدأ ربع النهائي، قلت لك الأربع فرق اللي هيصعدوا، قلت لك صن داونز هتصعد صعد بالفعل، قلت لك الوداد هيصعد صعد بالفعل، قلت لك الأهلي هيعبر وهيعدي، رجاء فعلا بيعبر وبيعدي، وقلت لك الترجي هيكسب وهو كسبان. الملعب والع دلوقتي، الملعب والع، فرادس الشماريخ خرب الدنيا، والترجي كسبان 1-0 بيكسبوا بالعافيه في ارضهم، الترجي بيكسب بالعافيه ما بيخسرش. حصلت مشكله كبيره جدا، المباراه توقفت اكتر من نص ساعه على ما يبدا الشوط الثاني كده، مشاكل بيقولوا من الجماهير، مش عارف التفاصيل بالظبط ايه اللي حصل. لكن لو معانا توانسه في اللايف دلوقتي يقولوا لنا في الكومنتات ايه اللي بيحصل في مباراه الترجي، ليه المباراه تتوقف نص ساعه كامله، ما تتلعبش كده والمباراه الشوط الثاني يبدا متاخر؟ هل الجماهير عامله شغب قوي فعلا في الملعب زي ما قريت على بعض الصفحات؟ لازم اشوف بعينيا، مش عايز اقول لك حاجه وما تكونش حقيقه 100%. هنلعب معاهم الماتش الجاي، اتمنى ان يكون الامن هناك مستتب وما يكونش فيه شغب من المدرجات وشغب من الجماهير، وهنشوف وهنعرف ايه اللي بيحصل. لكن واضح ان الترجي ضاغط بمنتهى القوه، كسبان 1-1 تاني في الذهاب، فالمباراه سهله للترجي. الناس بتقول لي ترجي دوله، طيب قول لنا ايه اللي حاصل في المباراه؟ لو بتتفرج على مباراه الترجي عرفنا الوضع ايه وليه المباراه اتاجلت نص ساعه في الشوط الثاني. خليني اكلمك بقى عن المباراه وعن تشكيل النادي الاهلي اللي ما اختلفش غير لاعب واحد عن التشكيل اللي انا قلته. ارجع للفيديو اللي انا عملته وقلت لك تشكيل الاهلي هيبقى عامل ازاي، 10 لعيبه قلتهم كانوا موجودين في الملعب، واختلاف وحيد بس ان محمود متولي اتشال ولعب مكانه ياسر ابراهيم 4-3-3 ثابته للنادي الاهلي خلاص. شناوي، محمد هاني، علي معلول، وثنائيه دفاعيه من محمد عبد المنعم، وجنبين النهارده ياسر ابراهيم اللي عمل مباراه كبيره، وثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه، دينامو النادي الاهلي، نحله موجوده في نص الملعب
الملعب لاعب بثلاث رئات موجود في كل حته في الملعب، معاه حمدي فتحي واليو ديانج اتنين تانيين في نص الملعب عملوا برضه مباراه هايله، على اليمين بيرسي تاو وعلى الشمال حسين الشحات وفي خط الهجوم محمود كهربا. ده تشكيل النادي الاهلي اللي بدا من اول اللقاء النهارده. الاهلي نزل الملعب، انا مش عايز استقبل جول، انا ما يجيش فيا هدف. قلت قبل المباراه ان انا عايز اعدي اول 15 دقيقه بسلام. اول 15 دقيقه اصعب وقت بالنسبه للاهلي، لان المدرجات هتبقى مشتعله والجماهير هتضغط بمنتهى القوه على لعيبه النادي الاهلي وهتدي دفعه قويه جدا للعيبه الرجاء، وده اللي حصل فعلا. قلت لك لو الربع ساعه دي عدت بسلام اطمن على باقي الماتش، وده اللي حصل فعلا الحمد لله. عدت بسلام اول ربع ساعه، كان فيها فاولين خطر جدا فيهم ضربه ركنيه، لعيبه الرجاء بقى ميتين على ضرب الجزاء اللي هو احنا هناخد ضرب الجزاء بالعافيه. لكن لازم اقول ان حكم اللقاء كان فوق 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 الممتاز، معتز ابراهيم حكم اللقاء الليبي اللي كان حكم مميز جدا النهارده. هم عايزين ضرب الجزاء بالعافيه، وقعوا في ال 18500 مره تقريبا، اللي هو احنا هناخد ضرب الجزاء يعني هناخد ضرب الجزاء، وخدوا واحده فعلا في نهايه الشوط الاول، خدوا ضرب الجزاء فيها شك كبير. انا شفت ان هي فيها ضرب الجزاء لما تعادت، ولما شفتها من الفار فعلا اليو ديانج خبط رجل لاعب الرجاء وفعلا كان فيها ركله جزاء، بس ممكن حكم تاني ما يحسبهاش، يعني كره نسبيه مش 100% ضرب الجزاء. قول لي رايك بقى في الكومنتات، ال 700 واحد اللي معانا دول عايز اعرف رايهم دلوقتي في ضربه الجزاء، هل ضربه الجزاء صحيحه من وجهه نظرك ولا لا؟ لان بعض الصفحات طبعا قالت لك حق ربنا والحرام ما بيدومش، وانها ضربه جزاء حرام فضيعها لاعب الرجاء المغربي بوزوك وحطها في العارضه كده لانها ضربه جزاء غير صحيحه، ده راي بعض الناس. وناس قالت لك لا ضربه جزاء فعلا، وجماهير الرجاء بتقول لك ان كان لينا ضربات جزاء اكتر من دي كمان، مع ان انا مش شايف ان ليهم اي ضربه جزاء، هي دي الكره الوحيده اللي فيها شك والحكم حسبها لما رجع للفار. كان ليهم فاولين خطر ضربه ركنيه ومحاولات بقى لضربات جزاء زي ما بقول لك كتير. النادي الاهلي هو اللي كان ليه في الدقيقه 18 كوره فيها شك ضربه جزاء لمحمود كهربا اتشد من التيشيرت، ما تعادتش ولا مره يا جدع، ولا اعاده ولا مره في المباراه. مخرج المباراه كل الكوره للرجاء كانت بتتعاد 100 مره، لكن اول كوره جت للنادي الاهلي فيها شك ضربه جزاء ولا مره ولا مره تتعاد. جماهير الوداد بيقولوا الف مبروك للنادي الاهلي في الكومنتات، جماهير الوداد اللي كانت بتشجع الاهلي النهارده على حساب الرجاء. طبيعي منافسه بين الوداد الرجاء، فطبيعي مش عايز الرجاء يكسب، زي عندنا كده اهلي وزمالك الزملكاويه كلهم كانوا مع الرجاء النهارده، فعشان كده الاهلي بيصعد الحمد لله. الدقيقه 18 ضربه الجزاء بتاع الكهرباء ما اتحسبتش وما اتعادتش كمان، وده اللي ضايقني جدا. بعد كده في الدقيقه 28 شوطه قويه جدا ليهم، وكانت الهجمه الاولى والهجمه الوحيده في الشوط الاول اللي اتشاطت بين الثلاث خشبات على محمد الشناوي، تالق فيها الشناوي وخرجها ضربه ركنيه على طول. بعد كده في الدقيقه 40 كورنر كان خطير جدا لعبها مروان عطيه بدماغه، كان هيسجلها فينا، افتكرت ان مكعازي هو اللي لعبها لكن طلع مروان عطيه لعبها بدماغه في اتجاه عكسي في اتجاه مرمى النادي الاهلي، عدت على خير الحمد لله. وضربه الجزاء بقى، ضربه الجزاء اللي كان ممكن توقف قلبي، ضربه الجزاء اللي كانت نقطه تحول في المباراة. لو كانت دخلت جول كنت اقدر اقول لك ان المباراة اشتعلت وبقت ضرب النار، وممكن ان الرجاء يقصيك في الشوط الثاني مع انه فنيا اقل من الاهلي بكتير. لكن ضربة الجزاء دي اول ما ضاعت قلت وكتبت بوست على البيج عندي هنا وعلى صفحتي الشخصية، قلت ان النادي الاهلي ان ضربة الجزاء دي هي نقطة تحول في الماتش، وان ضياعها يساوي صعود النادي الاهلي لنص النهائي رسميا، قلتها من بين الشوطين. جالي كومنتات كتير جدا الناس تقول لي ايه، يقول لي يا عم استنى لما الماتش يخلص والناس قلقانة وخايفة، وانا قلت لك رسميا الاهلي صعد لنص النهائي بعد ضياع ضربه الجزاء دي، والحمد لله اللي قلته هو اللي حصل بالظبط، ان فعلا الاهلي بيصعد لنص النهائي. نزلنا في الشوط الثاني هم برضو ضاغطين بنفس الطريقه، الاهلي ما هاجمش تقريبا النهارده، الاهلي النهارده ما هاجمش وما فكرش اصلا تقريبا في الهجوم، انا مامن دفاعيا وكنت قوي دفاعيا، هو ده اللي لازم نتكلم عنه، ان انا مش بس دفاعيا وهو بيهددني، لا هات لي كده عد لي الكرات اللي شالها الشناوي النهارده، كره في الشوط الاول شوطه ومتجنحه مش اقوى حاجه خرجها ضربه ركنيه، وشوطه في الشوط التاني كده كانت في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 90 خرجها الشناوي برضه ضربة ركنية، تسديدتين والاثنين ما يجوش جوال على فكرة، لو واحدة فيهم جت جول كان يبقى غلط من محمد الشناوي. دفاع النادي الأهلي النهاردة كان حديدي بمعنى الكلمة، محمد عبد المنعم يا جدعان، محمد عبد المنعم اللاعب اللي يعقد أي مهاجم بيلعب عليه، لعيب فعلا قوي جدا بدنيا، لعيب دماغه سابقة كده، عارف وقاري دايما الكورة رايحة فين، وتلاقيه سابق على طول بخطوة، تلاقيه حاطط رجليه مطلع الكورة، بيعرف إمتى يحجز، بيعرف إمتى يقطع الكورة، لعيب عالي قوي فنيات غير عادية من محمد عبد
عبد المنعم. لازم اقول ان ياسر ابراهيم النهارده كان مميز جدا في البلوكات، عمل اكتر من بلوك عاليين جدا وكان صخره دفاعيه حقيقيه. ربنا يا رب يرجعه بالسلامه. الاصابه بتاعت اخر الماتش مقلقاني شويه لانه خرج ووقع في الملعب كتير كده. محمد هاني عمل جيم كويس جدا دفاعيا برده النهارده. علي معلول كويس دفاعيا ما شفناهوش هجوميا لان الاهلي تقريبا ما هاجمش. نص ملعبي واقف على رجليه، مروان عطيه جري في كل حته، حمدي فتحي بالدور المزدوج انه بيحاول يزيد قدامه بيلعب معاك دفاعيا كمان. اليو ديانج افضل من الماتشات اللي فاتت لكن لسه عنده احسن بكتير قوي. اليو ديانج قد كده 10 مرات ما كانش وحش النهارده لكن عنده افضل من ده. هجومنا النهارده بيرسي تاو هو المتنفس بتاعك، هو اللي بيقدر ياخد الكره ويخرج. حسين الشحات وكهربا ما شفتهمش قوي، ما عملوش حاجه. الشحات حاول يشوط اكتر من كوره كده لكن هجمات حقيقيه على مرمى الرجاء ما كانتش موجوده. خلينا نقيم اللعيبة بعد كده، اكلمك عن مدرب النادي الاهلي، اكلمك عن مارسيل كولر في كم حاجة عملها في المباراة. او خلينا نبدأ بكولر الاول. عجبني جدا التغيير المبكر بتاع خروج كهربا ونزول محمد شريف، انه ما تأخرش زي كل مرة. اصل هو مش حفظ، هو انا مش حافظ انا بغير في الدقيقة كام. لا انت في ماتش النهاردة انت كنت محتاج تنزل محمد شريف بسرعاته بقوته البدنية، ممكن كان يخطف لك واحدة وتطلع كهربا. عملها بدري وعجبني جدا، عملها في الدقيقة 58 كده، ما استناش لبعد الدقيقة 70 زي ما بيعمل. بعد كده عمل تغييرتين في الدقيقه 80 بنزول عبد القادر مكان الشحات ونزول طاهر مكان تاو، تغيير كده دم ونزل دم جديد من بره ولاعيبه تنزل تجري، خلاص كانت المباراه شبه انتهت. وتغييرتين في الدقيقه 88 مفيش اي مشكله، ان جالك حتى اصابه بعديها الماتش خلص خلاص. نزل كوكا ونزل خالد عبد الفتاح، طلع هاني وطلع اليو ديانج، تغييراته كانت ممتازه وكانت في وقتها. عجبني جدا ادارته للمباراه، عجبني جدا دفاع النادي الاهلي وتنظيمه النهارده، كنا منظمين جدا. انك كنت تستقبل هدف نسبتها كانت ضعيفه قوي، كل خطورتهم كانت يا اما ضربات ثابته يا اما ضربات ركنيه وحتى ما كانتش كتير، قدرنا ان احنا نتفاداها. حاولوا ان هم يمثلوا كتير في منطقه الجزاء عشان ياخدوا ضربه جزاء، خدوا واحده فيها شك كبير، هشوف كومنتات الناس على ضربه جزاء ولا لا. والحمد لله جت في العارضه وضاعت عشان النادي الاهلي يصعد رسميا بدون هزيمه من الرجاء كمان. خلينا نتكلم عن تقييم اللعيبه ونبدا بمحمد الشناوي النهارده 8 من 10 شناوي، عمل مباراه كويسه، طلع بكلين شيت ذهابا ايابا. الشناوي حاضر في المواعيد الكبيره الحمد لله. محمد هاني النهارده 7 من 10، مباراة كويسة جدا من محمد هاني. علي معلول 6 من 10، محمد هاني أفضل لأنه في الشق الدفاعي كان هاني أفضل من معلول، والشق الهجومي الاثنين ما حضروش هجوميا النهاردة. ياسر إبراهيم 8 من 10 ومحمد عبد المنعم 8.5 من 10، الاثنين ممتازين جدا. خط دفاع الأهلي حديدي النهاردة. قدامهم مروان عطية في نص الملعب 9 من 10، نجم المباراة الأول. ده من وجهة نظري، أنا هديها لمروان عطية وأنت اديها للي أنت عايزه. أنا شايف مروان في نص الملعب ملوش حل، الكرة معاه بتخرج من رجليه صح مهما كان مضغوط. يا جماعة حط حواليه 3-4 لعيبة هتلاقيه حنكش في الكرة وطلعها لك صح، ما بيبصيش غلط الله أكبر عليه. بساطه كلها ممتازة جدا، بساطه كلها لقدام كمان، مش بس بيرجع بالكرة لورا، ممتاز جدا في نص الملعب وعلى الشق الدفاعي. لعيب بيجري كتير، لعيب بتلات رئات بيفتك الكرة بمنتهى السرعة، لعيب لياقته عالية، لعيب جوهرة في منتصف النادي الأهلي. فعلا أفضل صفقة في الصفقات الانتقالية اللي فاتت في موسم الانتقالات اللي فات صفقة مروان عطية، ما عملتش بوم، ما كانتش صفقة قوية. تخيل لاعب زي ده كان رايح الزمالك، انتقل من الزمالك للأهلي عشان يكون واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في الجيل الحالي ويستمر إن شاء الله، ومع الوقت يبقى واحد من أساطير النادي الأهلي كمان. حمدي فتحي عمل مباراة كويسة جدا النهاردة 7.5 من 10، أليو ديانج 6 من 10 أو 6.5 من 10، مباراة برضو مش وحشة من أليو ديانج. بيرسي تاو 6 من 10، حسين الشحات 3 من 10، ومحمود كهربا 1 من 10، ما عملش اي حاجه ولا كهرباء ولا الشحات، ما كانوش موجودين لان الاهلي عموما ما كانش بيهاجم. نزل محمد شريف 3 من 10، محمد شريف برده ما عملش اي حاجه. باقي التغييرات كلها نوريت ما لحقوش ان هم اصلا ينزلوا، وقت قليل جدا اللي خد 10 دقائق واللي خد 3 دقائق. ده كده بالنسبة لتقييم لعيبة النادي الاهلي. بالنسبة لمارسيل كولر اديله 9 من 10 في ادارته للمباراة دي والمباراة اللي فاتت. نزل لعب بواقعية كبيرة جدا، ضغط جماهيري كبير، قدر ان هو يمتصه، قدر انه يسيطر على المباراة زي ما هو عايز ويخرج بالنتيجة اللي هو عايزها. 2-0 للنادي الاهلي مجموع الماتشين، رسميا الاهلي في نص النهائي ودينا منتظرين مين اللي هيكسب من المباراة اللي شغالة دلوقتي. دقيقة 75 اهي والترجي 1-0، وانا بقول لك الترجي هيكسب المباراة والترجي هيكسب
هيصعد عشان تكون نصف النهائي بين الاهلي المصري وبين الترجي التونسي، مباراه كلاسيكيه بقى. هنروح نلعب الذهاب في رادس ملعب النادي الاهلي، ونرجع نلعب الاياب في استاد القاهره ملعب النادي الاهلي. يعني ماتشين الاثنين هتلعبهم على ملعبك، ما عندناش اي مشكله باذن الله. ماتشات يكون فيها روح رياضيه زي ما شفنا مع الرجاء، ماتشات تكون مهمه وماتشات هتكون قويه جدا. في نص النهائي الوداد هيلعب قدام صن داونز بعبع افريقيا الحالي، مين فيهم اللي يصعد النهائي الله اعلم. مباراه صعبه جدا، اتوقع ان النهائي بين صن داونز والنادي الاهلي ربنا يسترها، لكن اتمنى ان الوداد هو اللي يصعد ويبقى الوداد والاهلي في النهائي. والله اعلم ايه اللي هيحصل، قول لي في الكومنتات شايف مين هيكونوا طرفين النهائي ومين هيكون بطل افريقيا لسنه 2023. وعايز الرجاله كلها بقى اللي موجوده هنا 700 واحد طلب كده كله يروح على اليوتيوب حالا، اكتب الكره مع عبد الناصر زي ما موجوده قدامك شايفها انت دلوقتي، الكوره ته مربوطه عبد الناصر كلمه واحده، روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان في حاجات بتنزل على اليوتيوب اصلا ما بتنزلش هنا. وعايزين نوصل بقى لل 100,000 يا جماعه وناخد درع اليوتيوب ونحتفل مع بعضينا، فاللي لسه مش موجود عندي على اليوتيوب يروح دلوقتي اعمل الاشتراك الجميل وفعل الجرس وتعالى قول لي ضن هنا في الكومنتات. هستنى دقيقه كده نشوف مين الرجاله اللي هتروح تكسر الدنيا دلوقتي على اليوتيوب وتعمل الاشتراكات، واللي يبعت اشتراك كده وعايز يبعت لخمسه سته اصحابه احتفالا بفوز النادي الاهلي يبقى عمل معانا الصح دلوقتي. لايكات كتير يلا على ما نشوف الرجاله اللي هتروح، واخد كام كومنت كده بسرعه. ضربه الجزاء ظلم، بحبك حبيبي على دماغي منورني والله. النهائي ماتش واحد ولا اتنين؟ النهائي ماتشين رايح جاي، والاهلي هيلعب بره ملعبه المباراه الثانيه. يلا مين راح على اليوتيوب يا رجاله يجي يقول لي في الكومنتات مستنيكم. بالثلاثه يا زول. حد من الهلال السوداني عندنا هنا منور يا عم، يلا ضن عاش حبيبي. حمودي راح اشترك على اليوتيوب، حبيبي يا حمودي نورت الدنيا. مين رجل المباراه؟ رجل المباراه من وجهه نظري مروان عطيه، انا قلت مروان عطيه من وجهه نظري. الحاج بيقول لي مروان عطيه اهو، طبعا مروان نجم من نجوم المباراه، الماتش ملوش طعم من غيرك يا حاج والله. ان شاء الله الوداد والاهلي في النهائي يا رب. انا عملتها يا عبد الناصر حبيبي يا ابو حميد، بحبك قول اسمي عبد الله حبيبي. عبد الله منور الدنيا، انا مشترك عاش يا مجدي. ابعت لاصحابك وحبايبك بقى، كل اصحابك وحبايبك كده ابعت لهم القناه خليهم يجولنا على اليوتيوب. يلا عايزين نوصل ل 100,000 يا رجاله. متابعك من هنا حبيبي، حبيبي يا نجم منورنا انت واهل هنا كلهم، مبروك للاهلي، مبروك يا عمر. تم بس يا حبيبي، حبيبي عبد الرحمن، ما رقمي مش هقوله لك اكيد في اللايف يا عبد الرحمن مش هينفع. الحاجه الوحيده اللي هتغير الاهلي ان الاهلي مستضعف الترجي ومستقلين بيه ويقولوا الترجي ضعيف. ما قلناش الترجي ضعيف، ما قلناش الترجي ضعيف، لكن النادي الاهلي يقدر، النادي الاهلي اقوى والنادي الاهلي يقدر. تم الاشتراك احمد امير حبيبي يا ابو حميد، الف مليون مبروك. علي حبيبي علي الله يبارك فيك. ياسر ابراهيم نجم الماتش، واحد من نجوم الماتش ياسر ابراهيم، عمل مباراه كبيره طبعا. انا مشترك من زمان حبيبي يا ابو حاتم، ابعت لاصحابك وحبايبك يا ابو حاتم كده. انا اشتركت ريتال نورت الدنيا، قول اسمي الهدار متابعك والله حبيبي هدار منور. عاش يا رجاله، ماشي خلاص زي الفل كده. نكمل بقى مباراه الترجي، ناقص فيها 10 دقائق ان شاء الله ونعرف طرفين نص النهائي رسميا، وانا بقولها لك رسميا اللي بقوله لك ده هو اللي هيحصل. لايكات كتير يا جماعه، شير لللايف على قد ما تقدر، خلينا نفرح كده مع بعض. وكل الناس اللي مش مشتركه على اليوتيوب تعمل اشتراك، واللي مش موجود على الفيس يعمل فولو دلوقتي عشان يجي لك كل جديد ورده فعل المباراه. هتنزل ان شاء الله يا كمان شويه يا بكره الصبح باذن الله. سلام.